كاينين بزاف الجمعيات يجيو كل ساعه يجيو كل الجمعه والسبت يجيو كثر خيرهم. اليوم رانا متواجدين بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا لزياره المرضى السرطان، جينا نزوروهم نحيو على خاطرهم نزرعوا البسمه فيهم. صافي غوند بليزير كي تشوف فيها هكذا واحد مسكين هكذا مريض وكامل شغل اللي يفرح بينا كي نجيو نزوروه ونشوفوه وكامل، وصافي غوند بليزير. ونشكر كل الاعضاء تاعنا اللي تعبوا معنا وقفوا معنا كامل باش نجحنا هذا النشاط للمستشفى الجامعي. والله جيتوا تعاونوا فينا، الله يستركم، ربي يخليكم ان شاء الله وبارك الله فيكم، وربي يجازيكم ويكمل لكم ما تنويوا ان شاء الله، وبارك الله فيكم يكمل الناس مثلكم ان شاء الله. عطوني الخير وعطوني هذا المصحف هذا اللي يزيد يصبر لي ويزيد يفتح لي قلبي، ونتمنى لهم النجاح ان شاء الله شباب كاع صغار، وربي يحفظكم وربي يستركم وان شاء الله يزيد لكم العمل اكثر ان شاء الله.